للتهور جنون، وللقيادة فنون، وللتهكير رجل مجنون. لقب بالهكر الضاحك، ولقبته الاستخبارات الأمريكية والإف بي آي بالقاتل الصالح. لم يرحم المواقع الإباحية ولا الشركات الإسرائيلية ولا البنوك الربوية. دمر أكثر من 8,000 موقع فرنسي لحاسوبه البدائي، وجمع ثروة تقدر ب3,400,000,000 دولار، وتبرع منها للجمعيات الخيرية وللمقاومة الفلسطينية. قام بتوزيع تأشيرات مجانية على الشباب الجزائري. اخترق الحسابات الشخصية وسرب معلومات بوجستية للمقاومة الفلسطينية. وجه ضربة موجعة للكيان الصهيوني، وحدد الأهداف العسكرية للمقاومة الفلسطينية بدقة متناهية. صنف من ضمن أكثر 10 هاكرز حول العالم، وأصبح المطلوب الأول في قائمة الوكالات الأمنية والاستخبارات العالمية، وبالأخص لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ولكن قبل أن تتعرفوا على هذه الشخصية البارزة